الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. يمكن النهاردة الموضوع اللي هنتحدث فيه له علاقة بوضعية المنطقة. نحن نتحدث بينما طبول الحرب تدق في المنطقة، تتحدث عن احتمالات قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة بعض أصدقائها في المنطقة بتوجيه ضربات صاروخية لأهداف منتخبة داخل الأراضي السورية بهدف توجيه ضربة عقابية أو انتقامية للجيش الرسمي السوري الذي هو متهم، وحتى الآن تقرير ما قالش إذا كان هو اللي فعل أو لم يفعل. أنا طبعا إحساسي أنه هو اللي فعل، لكن في النهاية هو حتى الآن لم يصدر تقرير من المفتشين يجزم بأنه هو الذي فعل، بتوجيه صواريخ كيماوية تحمل رؤوس كيماوية ضد مدنيين عزل، أدى إلى مجموعة من المذابح التي هي تعتبر نوع من الجريمة في حق الإنسانية وتجرم دوليا بهذا الشكل. ومنذ الحرب العالمية الأولى وهناك منذ تلك الفترة، يعني في العشرينات، هناك حديث دولي حول تجريم استخدام أي أسلحة كيماوية. السؤال الذي نطرحه الآن هو: هل الولايات المتحدة حينما تقوم بهذه الضربة، هل هي بالفعل سوف تقوم بالحد من قدرات الأسد كنظام سياسي وكقدرة عسكرية في قيام بدوره التقليدي في محاولة تصفية معارضي؟ هل ستضعف قوات الأسد؟ هل ستسيطر على الوضع الإقليمي أو تداعيات هذه الضربة من ناحية حزب الله في لبنان، من ناحية حماس في إسرائيل، من ناحية إيران في المنطقة؟ ثم يأتي السؤال الأهم: هل هناك إمكانية ألا تحدث الضربة إطلاقا ويكون كل ما نشهده الآن هو حرب على الورق؟ هناك من يقول إنه الضربة من الممكن ألا تحدث، أولا بسبب الانقسام داخل الكونغرس وعدم وجود تأييد كافي للرئيس الأمريكي للقيام بهذه الضربة، ثم عدم وجود من يمكن أن يمول تكاليف هذه الضربة، ثم أيضا هناك مبادرة قامت به روسيا اليوم تتحدث عن إمكانية قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية، وأن تقوم سوريا طوعية بتقديم أسلحتها لنظام المراقبة الدولي للتأكد من أنه لن يستخدم مرة أخرى. وقد رحبت الحكومة السورية رسميا بالمبادرة الروسية في هذا المجال. فإحنا أمام أنها تحدث أو لا تحدث، لكن الجميع يتحدثون على أنه الضربة الأمريكية آتية لا ريب فيها. إذا حدثت، هل تؤدي إلى مزيد من الاستقرار داخل سوريا؟ هل ترضع الجيش الرسمي السوري؟ هل تقوي المعارضة السورية؟ هل تؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة أم مزيد من الاضطرابات؟ هذا كله يدفعنا إلى طرح السؤال، وهو سؤال غريب جدا وأنا أتحمل مسؤوليته: هل الولايات المتحدة بحق السماء كما يقولون for God's sake تفهم بالضبط ماذا تفعل كدولة عظمى؟ هل هي تدرك بالضبط ما هي الاستراتيجية المطلوبة في المنطقة؟ هل تفهم قانون الفعل ورد الفعل لدول هذه المنطقة؟ هل هي بالفعل إذا أرادت الاستقرار تتخذ قرارات تؤدي إلى الاستقرار، وإذا أرادت أن تقوم بالعمل العسكري تؤدي إلى النتائج السياسية للعمل العسكري؟ حتى لا نتعسف في الإجابة، قامت الولايات المتحدة بالإنفاق أكثر من تريليون دولار على مشروع يسمى المشروع العراقي، وانتهت هذه العملية وهذا المشروع الذي تكلف أكثر من تريليون دولار وأكثر من 6,000 قتيل أمريكي وأكثر من 100,000 جندي وضابط أمريكي، ما بين مصاب وما بين معوق وما بين مصاب بحالات نفسية تمنعه من الاندماج في الحياة
المدنية. بعد هذه الفاتورة الباهظة انتهى الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية أن سلمت العراق عاصمة الخلافة الرشيد، عاصمة العباسيين، العراق البلد العربي العظيم، إلى إيران، وأصبحت العراق الآن وكأنها ولاية من الولايات التابعة للحكم الفارسي في طهران، وأصبحت اللغة الفارسية تستخدم في معاملات رسمية داخل دولة العراق العربية المجيدة ذات التاريخ العظيم. هذا هو المشروع الأمريكي في العراق. المشروع الأمريكي في أفغانستان أدى إلى الآتي: بعد كل هذا الإنفاق العسكري وأكثر من حوالي 60,000 جندي أمريكي وكل الخسائر المادية والعسكرية التي تكبدتها القوات الأمريكية في العراق وقوات حلفائها من أوروبا وكل الضربات الجوية والصاروخية التي استخدمتها وكل مشروعات التنمية البشرية والثقافية والتعليمية التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، انتهى الأمر بأنه حكم كارزاي يسيطر فقط على معظم كابول، أما بقية الأراضي الأفغانية فهي تحت سيطرة قوات الطالبان المتواجدة في الجبال المتحصنة بالمدد الشعبي لديها. إذن ماذا تفعل الولايات المتحدة بالفعل وهي تخطط لاستراتيجية تتعامل فيها في المنطقة؟ آخر المشاريع الأمريكية أنها قامت بتوجيه ضربات إلى النظام الليبي، نظام معمر القذافي، وكما تعلمون كانت لنا صولات وجولات مع العقيد القذافي ولست من هؤلاء المعجبين به إطلاقا، لكن في نهاية الأمر انتهى حكم القذافي وانتهت الضربات الأمريكية إلى تمكين طيارات تكفيرية أصبحت تسيطر على مناطق كثيرة داخل ليبيا، وأصبحت ليبيا الآن محددة بالفوضى ومكان جديد للقاعدة وإمكانيات حدوث حركات انفصالية داخل المجتمع الليبي. نأتي للمشروع الأخير وهو المشروع المصري. راهنت الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها على حكم جماعة الإخوان المسلمين وعلى مشروع سوف نتحدث عنه له علاقة بتقسيم أو تبادل الأراضي ما بين سيناء وصحراء النقب، وأيضا تبادل الأراضي بين سيناء وإسرائيل بهدف توسيع نطاق دولة غزة الكبرى على حساب السيادة المصرية. يقتطع من مصر ما بين 500 إلى 1000 كيلومتر، أكرر 500 إلى 1000 كيلومتر، ولدينا الوثائق التي كشفت عنها جريدة الوطن وسوف نتحدث عنها في هذا البرنامج. وفي نهاية الأمر انتهى المشروع إلى سقوط جماعة الإخوان المسلمين وفشلها وخروج أكثر من 30 مليون مصري بعد 30 يونيو يعلنون رفضهم للمشروع الإخواني وبالتالي للدعم الأمريكي له. هل تعرف أمريكا ماذا تفعل؟ كما يقولون بالإنجليزية for God's sake، بحق السماء في كوكب الأرض. سؤال يجب أن نطرحه ونحن نتأمل احتمالات الضربة الأمريكية ونسمع بأذاننا طبول الحرب وهي تدق بقوة معلنة خطأ أمريكي جديد. تابعونا. لمناقشة قضية اليوم وهي قضية بالغة الحساسية والتعقيد، يشرفنا أن يكون معنا في الاستوديو حسب ترتيب جلوسهم من اليسار أستاذنا الدكتور عم منعم سعيد المحلل السياسي والاستراتيجي. مساء الخير دكتور عم منعم. أيضا يشرفنا يكون معنا الأول مرة في البرنامج دكتور حسن أبو طالب أستاذ العلوم السياسية وهو أيضا مهتم بالشأن السوري ويعني متفهم تماما لهذا الملف المهم. أيضا يشرفني أن يكون معنا من اليمين الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة الوطن. أهلا أستاذ مجدي، سعداء بوجود حضرتك معنا. وأخيرا وليس آخرا الصديق اللواء الأستاذ سامح سيف اليزل الخبير الأمني ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. ما عندكش حضرتك تايتل أقل من كده؟ دي أقل حاجة عندك. ولا ده أقل حاجة ده أقل حاجة عندك بين عليكم. أقل حاجة
اهلا بك يا فندم. الله يبارك فيك بشكل خاص. نسال الدكتور حسن عشان يعني هذا هو مجال تخصصك الدكتور. اتفضل. كيف وصلنا الى هذه الامسيه اليوم؟ يعني بتلخيص لمن ليس ملما بكل اطراف الموضوع، يعني حتى وصلنا الى هذا المشهد الذي نعيشه الان ما بين توقعات الضربه من عدمها. هو يعني سؤال حضرتك تطلب اجابه كبيره يعني كبيره، لكن كبيرة. حضرتك انا عارف عشان حضرتك متخصص فهتقدر تحط لنا المحطات الرئيسيه. المحطات الرئيسيه يعني ببساطه شديده نستطيع ان نضعها في عدد من النقاط ونذكر بها انفسنا ونذكر بها المشاهدين. يعني في 15 مارس 2011 بعد ان نجحت الثوره هنا في مصر، يعني كان لها صدى في اكثر من بلد عربي. بدأ هذا الصدى في اليمن بطريقة معينة تمثلت مع حد كبير ما حدث هنا في مصر، وبدأ الصدى أيضا في نفس الوقت تقريبا في مدينة درعا في جنوب سوريا. دي كانت أول محطة استخدم الحل الأمني، واتسع هذا الحل الأمني رويدا رويدا لمدة حوالي 6 أو 7 أشهر. كانت فيها الفعاليات الثورية والشبابية السورية تلتزم ما بين قوسين بالحل السلمي أو بالفعاليات السلمية. طبعا كان في يعني عدم تماسك أو عدم يعني عدم تجانس ما بين حركة الناس الطبيعية في رغبتها في التحرر من سطوة واستبداد النظام السوري للرئيس بشار الأسد، والطريقة المعالجة الأمنية البشعة التي استخدمها النظام في ذلك الوقت، مما اضطر بعض فصائل المعارضة للحديث عن لابد من التحول من الأداء السلمي إلى الأداء العسكري. ومن هنا تحولت الثورة السورية إلى مرحلة جديدة تمام، ليس فقط لأنها استقرت على يعني ما يمكن نسميه السوريين فقط هم الذين جلبوا أو انخرطوا في حل عسكري، وإنما فتح ذلك الباب لأطراف أخرى غير سورية لأهداف لا علاقة لها بالثورة السورية، ولكن كان شعارها الكبير هو إسقاط النظام الأسدي الذي جسم على الشعب السوري صدر الشعب السوري لمدة طويلة. ومن هنا فتح باب التدخلات، وفتحت يعني ما يمكن نسميه التأثيرات الإقليمية ممثلة في تركيا تحديدا، وأيضا العراق. والعراق كان له تأثيرين متضادين. في التأثير الأول تأثير حكومي كان بيقف مع الدولة السورية، وما زال حتى هذه اللحظة حتى ولو يعني السياسة العامة، ولكن في نفس الوقت كان الجماعات الإسلامية المنتمية للقاعدة أحيانا أو للجماعات اللي هي تنظر إلى منطقة الشام باعتبارها يعني مشروع لبناء دولة إسلامية، وبتكلموا على دولة إسلامية في العراق وبلاد الشام، وإن ده المشروع الثاني. هم نجحوا في أجزاء معينة من العراق وعايزين يمدوها في الأجزاء الأخرى حتى تمتد إلى الشام ثم فلسطين ثم الأردن وهكذا. وبالتالي تحول بقى المشهد هنا إلى التعقيد الذي رأيناه. اختلطت هذه الأمور بطريقة معالجة النظام السوري في هذه المرحلة. طيب التدخلات دي تعالج إزاي؟ جزء منها أمني، وسيرة يعني الأمور الطائفية أو إثارة النزعات الطائفية في داخل المنطقة وفي داخل سوريا، وأصبح الأمر مختلط ما بين تدخلات إقليمية ما بين تدخلات يعني لجماعات عابرة الحدود تحت شعار الجهاد الإسلامي والقاعدة وما شابه ذلك، وبدأ يتشكل الجيش السوري الحر، وفي نفس الوقت بدأ يتشكل المجموعات الجهادية المسلحة التي يعني تضفرت في إبريل الماضي وأعلنت أنها تنتمي بشكل أو بآخر لتنظيم القاعدة أو بتدين للولاء لتنظيم القاعدة اللي موجود في العراق وفي بلاد الشام. في ذلك الوقت بدأنا نستمع إلى هل نسلح المعارضة ولا ما نسلحش المعارضة، وإلى أي مدى يحدث تسليح المعارضة. وحتى هذه اللحظة لا يوجد يعني موقف أوروبي أو أمريكي صارم في مسألة تسليح المعارضة. لماذا؟ لأن المعارضة من وجهة نظر الأمريكية والغربية أو الأوروبية تحديدا، لا، المعارضة المضمونة اللي هي مثلتها أو يمثلها الآن الائتلاف السوري الحر الوطني الحر ليست متماسكة وليست قادرة على أنها تسيطر على كل الأراضي السورية، ولا تمثل البديل المناسب للنظام السوري. وبالتالي أصبح توازن القوى على الأرض مختلط ما بين 3 عناصر أساسية: الجيش النظامي السوري الذي يعبر عن بقايا الدولة السورية بمفهومها الكلاسيكي والتقليدي القديم، المدعومة من إيران
والمدعومة من الصين والمدعومة طبعا بقوة شديدة من الاتحاد من روسيا الاتحادية. مقابل ذلك هناك المعارضة الجيش السوري الحر والائتلاف السوري الوطني المعارض المدعوم من تركيا والمدعوم من قطر ودول عربية أخرى. وفي نفس الوقت وجدنا أن هناك التنظيمات الجهادية المختلفة التي أصبحت الآن أكثر يعني تركيزا في الشمال السوري وفي المنطقة القريبة من الحدود مع العراق. وبالتالي فأصبح عندنا ثلاث عناصر متضاربة مع بعضها البعض. وأشير هنا إلى ما حدث منذ يومين تقريبا حينما يعني وجدنا أن في قرية مسيحية شهيرة اللي هي قرية معلولة التي لا تبعد 28 كيلومتر فقط عن وسط دمشق في اتجاه الشمال، وإذا بقطعات أو يعني عناصر من الجيش السوري الحر مدعومة من جبهة النصرة التي التزمت الفكر القاعدة أو الالتزام بالقاعدة بتدخل هذه القرية، والذي يحرر هذه القرية هو الجيش النظامي الذي ذهب للدفاع عنها في ظل الحديث حوالين استخدام الأسلحة الكيماوية الذي يعني أعلن منذ أو اكتشف في 21 أغسطس الماضي. الوضع بهذا الشكل أصبح يمثل مشكلة لكل الأطراف، الأطراف الذين يساعدون النظام السوري، الأطراف الذين يساعدون المعارضة، الأطراف الذين يعني هم ليسوا منتمين للجيش السوري الحر ولا المعارضة المدعومة من تركيا ومدعومة من قطر ودول عربية أخرى وأيضا مدعومة بشكل معنوي ولوجستي واستخباراتي من الغرب ومن الولايات المتحدة. في حالة توازن قوة موجودة على الأرض بتمنع أن أي من هذه الأطراف يعني يمكنه أن يعيد ما يمكن أن نسميه يعني يحقق درجة معينة من الانتصار على الأطراف الأخرى. في هذا الإطار استمعنا أو عرفنا أنه تم استخدام السلاح الكيماوي دي المرة السابعة وليست المرة الأولى، لكن في المرات السابقة كان التأثيرات كانت محدودة. وفي إحدى الشكوات للحكومة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد أنه تعرض مجموعات من الجيش السوري أو الجيش النظامي إلى هجمات كيميائية، والمفتشون الدوليون الذين كانوا موجودون هناك كانوا بناء على استدعاء مزدوج من المعارضة ومن المجتمع الدولي طبعا والنظام السوري. بهذا الشكل احنا أصبحنا دلوقتي أمام قضية مركبة، هل نحن بندافع عن صوت الشعب السوري؟ طب من هو الذي يمثل هذه الصوت؟ عندنا طبعا حضرتك تعرف ان في منذ يونيو 2012 العام الماضي وتكرر ذلك مرة تانية اللي هو الحديث عن حل سلمي تمثل في اتفاق امريكي روسي يعرف باسم مؤتمر جنيف، ثم تكرر مرة تانية مؤتمر جنيف 2 اللي هو مفترض انه كان يعقد في غضون هذه الاسابيع ثم تأجل الى اكتوبر ثم نوفمبر وما زال معلق هذه اللحظة. المعضلة في هذا المؤتمر حتى هذه اللحظة هو اذا رغب النظام السوري ان يشارك في هذا المؤتمر، اذا من هي الاطراف الاخرى التي سوف تشاركه حتى تأتي بالحل؟ لو كانت هناك المعارضة هتقعد مع النظام السوري، المعارضة المدعومة غربيا وامريكيا وتركيا والتي تمثل الثورة السورية، طب هل الاطراف الاخرى الذين لديهم سلاح والذين يسيطرون على اجزاء من سوريا هيبقوا مدعوين؟ واعني هنا هو الجماعات الجهادية والجماعات القاعدية بشكل عام، هل هتدعى الى هذا المؤتمر؟ طب هل لو حصل في نوع من انواع التوافق او الاتفاق على حل سلمي ما بين المؤتمر الوطني السوري والحكومة السورية، طب كيف سيتم التعامل مع هذه الجماعات اللي هي مسيطرة على يعني أجزاء متناثرة من الشمال السوري وبعض أجزاء في الجنوب السوري؟ هنا معضلة تحديد الأطراف ما هيش معضلة بسيطة، وده أحد الأسباب التي يعني تؤجل البحث في جنيف 2. وبالتالي فنحن أمام معضلة مركبة، جزء منها عسكري، جزء منها طائفي، جزء منها سياسي، جزء منها متعلق بمستقبل الحل السلمي وفقا لمؤتمر جنيف 2، وجزء منها متعلق بالجماعات الإرهابية أو الجهادية أو القاعدية المتناثرة والموجودة في أجزاء من الشمال السوري. ده باختصار الوضع اللي موجود على الأرض دلوقتي. أظن أن أديتك الفرصة كاملة. أنا بعد كده مش هكمل. بس بعتقد هو كده الدكتور يعني شرح المشهد بشكله. هنا أتوجه للواء سامح سيف. سيدي بصرف النظر من فعله، من الذي أطلق الصواريخ الكيماوي الأخير؟ الأخير
النظام السوري، عمل استخباراتي، اتهام المخابرات الإسرائيلية، هناك من قال اتهام المخابرات التركية لإشعال الوضع، كلام كثير بيتداول. بصرف النظر من فعلها، نحن أمام تجهيز أمريكي لتوجيه ضربة. حضرتك كنت قلت لنا منذ عدة أيام أنه الاحتمال الأرجح أن هي تكون 11 12 13 صحيح. بعد ما يكون الكونجرس، بناء على المعلومات الأخيرة قبل أن ندخل الآن الاستوديو، ما هي الصورة الآن وما هي احتمالات الضربة عسكرية؟ هو بعد طبعا ما روسيا أعلنت اليوم، كان المعلم موجود هناك عندهم في روسيا، وروسيا أعلنت طبعا المبادرة الجديدة، وهي أن يتم تسليم الأسلحة الكيماوية. على فكرة الأسلحة الكيماوية زي ما قالت سوزان رايس النهاردة، اللي موجودة في سوريا هي أكبر ترسانة أسلحة كيماوية في العالم، في العالم. احنا كنا فاهمينها في الإقليم لكن اتضح أنها في العالم، ودي الحقيقة اللي عاملة قلق. ليه؟ حسب الرؤية الأمريكية يقول لك الأمن القومي الأمريكي. طب هو إيه الأمن القومي الأمريكي ده؟ يتأثر بإيه بوجود أسلحة كيماوية في سوريا؟ حاجتين. الحاجة الأولى أنه قد يتم تسريبه إلى حزب الله، وبالتالي حزب الله يستخدمه ضد إسرائيل. الشيء الثاني أنه يصل في إيدين تنظيم القاعدة أو عناصر إسلامية متطرفة جهادية، وبالتالي تاخدها ممكن تأثر بها على أي مكان في العالم. ده وجهة نظر الأمريكية ليه عاوزين يتخلصوا من الأسلحة الكيماوية اللي في سوريا. هذه الرؤية ممكن يبقى عليها ديبيت، يعني ممكن نتناقش فيها شوية وكده، لكن خلينا أنا عندي سؤال ساذج. هو المخابرات الأمريكية اكتشفت أنه السلاح الكيماوي بعد سنتين ونص في سوريا لأول مرة هو الأكبر في العالم النهاردة أو الأسبوع ده، وإذا كانت عرفاء قبل ذلك فلماذا لم تتحرك قبل ذلك؟ كده. ومن سنتين ونص هم الكلام ده معروف، ومعروف أماكنه، وإحنا كلنا عارفين من غير الأمريكان ما يقولوا ولا أي حد، إحنا عارفين مخازن الأسلحة الكيماوية فين. أقدر أقولها لك دلوقتي أربع أماكن معروفين، يعني في حتة اسمها السفير، في حتة في شمال شرق دمشق، في حتة شمال حمص، وفي حتة في اللاذقية، غرب اللاذقية. خلاص أدي الأربع أماكن اللي موجود فيها حاليا ما يقرب من 1000 طن أسلحة كيماوية، إلى مقسمة إلى 3000 طن. 1000 طن، 1000 طن أسلحة. ممكن تشرح للناس يعني السلاح الكيماوي ده بيشتغل إزاي؟ بالضبط. حاضر. ولما تقول 1000 طن يعني مثلا الجرامات ممكن تعمل إيه في البني آدم؟ طبعا الأسلحة الكيماوية اللي موجودة في سوريا تحديدا، عشان برضو نبقى محددين، مكونة من 3 أنواع. الثلاث أنواع دول كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة مختلفة، معبئين في 3 حاجات، يا إما صواريخ متوسطة أو طويلة المدى هي سكود وسكود معدل، يا إما في طلقات أو قنابل يعني مدفعية أو يعني مقذوفات مدفعية، يا إما في قنابل تلقى من الطائرات. صواريخ وقنابل تلقى من الطائرات، ادي الثلاث حاجات اللي موجوده في الترسانه الكيماويه السوريه لدى جيش بشار الاسد. الثلاث حاجات دول موجودين في الاربع اماكن انا قلت لسيادتك عليهم. طب لما بتقول لي 1000 طن، لما اجي اقول لك مثلا واحد معاه 50 جرام 100 جرام، دول يعملوا ايه؟ يعني قدرتهم التدميريه او تاثيرهم هو ده. هو احنا بنقول ايه اسلحه كيماويه؟ اسلحه كيماويه دي اللي موجود عندهم ده هو غازي مش سائل. يعني عبارة عن ايه مثلا؟ خلينا نتكلم على 1426 اللي ماتوا في الغوطة. دول ماتوا ازاي؟ بغاز السارين. غاز السارين ده غاز بيعمل على اعصاب الجسم، يدخل على الجهاز العصبي، يفتك بالجهاز العصبي ويدمره، ثم يبدأ الانسان في موت بطيء، ياخد حدود من 2 لـ3 ساعات ويتوكل على الله. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل انه اول ما بيترمي كده تتصاعد ابخرة هذا الغاز. عشان كده بنقول للناس باستمرار ايه؟ ان أسوأ وقت يتضرب فيه الغاز هو الفجر. ليه؟ لأن هو لو كان بالنهار والشمس ضربة الغاز هيتبخر بسرعة وهيبقى هيطلع لفوق وتأثيره على الأرض مش هيبقى كتير. إنما لما يكون درجة الرطوبة عالية وما فيش شمس فتأثيره يفضل راكد على الأرض فترة طويلة. طول ما هو موجود على الأرض أو على ارتفاعات متر ومترين على الأرض، هو ده بيشتغل بالطريقة دي. يبقى كل ما هو في تحت المترين دول اي حد بيستنشق هذا الغاز او يلمس جلدك، ان هو قصده ايضا مشكلته ايضا ان هو غاز السارين، ان هو بيمتص عن طريق الجلد بشكل سريع جدا، مش شرط تستنشقه. يعني ممكن طالما لمس جلدك يبقى ممكن يخترق ويخش ويكمل شغله. وزي ما سيادتك تفضلت، مطلوب للبني ادم علشان يموت من 5 لـ8 جرام فقط لا غير. 5 لـ8 جرام تكفي لقتل واحد. تقول لي 1000 طن يعني مش هتضربه في مكان واحد. لكن الترسانة الحالية اللي المفروض يسلمها هي 1000 طن.
دي الموجودة حاليا. طيب كده في أربع أماكن بتفكير بسيط هذه كمية تستطيع أن تفتك بملايين. اللي ضرب في على اللي موت 1426 واحد منهم 422 طفل قنبلتين اثنين بس، ده اللي ضرب. وقنبلة زي دي مثلا تكون زنتها قد ايه؟ 250 كيلو جرام. اللي ضربت بالطيارات كانت 250 كيلو جرام. بعد الاستراحة الإعلانية نحاول نعرف من الدكتور عبد المنعم سعيد كيف يفكر صانع القرار الأمريكي، ما هي العناصر التي تحكم القرار الأمريكي، هل من الممكن أن يؤجل أم أن الضربة آتية لا ريب فيها. بعد الاستراحة يستمر الحوار على الهواء مباشرة. احتمالات الضربة الأمريكية وكيف تفكر واشنطن في سوريا وفي المنطقة وتداعيات هذه الضربة إن تمت على المنطقة. الدكتور عبد المنعم سعيد، من منظور كيف تفكر أمريكا، ما هي الحسابات التي يضعها الرئيس الأمريكي هذه الليلة وهو يفكر في قراره النهائي بتوجيه أو عدم توجيه الضربة، وإذا كانت ستوجه فحدودها ومداها وتأثيراتها وأهداف؟ يعني هو من الواضح ان احنا في وسط مباراة امم مع بعضها، هي الاطراف اللي ذكرها الدكتور حسن من سيادة اللواء من اول روسيا الى العراق الى يعني اطراف الازمة السورية كلها متعددة جدا، وفيها صنع القرار الامريكي بياخد قراره. انا بقول انه مع الاقتراح الروسي نص اهداف الولايات المتحده تحقق. باراك اوباما كان حاطط هدفين للضربه اللي هيعملها. الهدف الاول هو التخلص من الاسلحه الكيماويه. نمره اثنين ان هو يعمل ما يسمونه داون جريدنج للقدره العسكريه للنظام السوري بحيث انه يعني يستعيد بالضبط يستعيد التوازن داخل الساحة السورية مرة أخرى بحيث يبقى في وضع مهيئ للتفاوض. الاقتراح الروسي في الحقيقة بيزيح موضوع الأسلحة الكيماوية من الصورة. في اقتراح هل دي تعتبر ضربة دبلوماسية مجهدة أو مسبقة من جانب الروس لإعطاء فكرة الضربة الأمريكية؟ بالتأكيد، وخاصة أنا لسه هعرض بعض المشاكل اللي عند أوباما وهو بيفكر في الضربة. إنما قبل كده بقول إن في عقبتين. العقبة الأولى إنه الروس حرموا منها عن طريق هناخد الأسلحة الكيماوية برا، إنما الإيرانيين والنظام السوري أعطوا إشارات خلال 24 ساعة الماضية عن استعدادهم للذهاب إلى جنيف وبدون تمثيل بشار الأسد في هذه العملية. يعني ممكن أن يكون في حد بالوكالة، إنما يقوم على اقتراح عمل انتخابات مبكرة في بداية العام القادم لا يكون فيها بشار الأسد، فده حل تعديلي او متاخد من الموديل اليمني. انما الهدف دوت لا يزال عشان اوباما. لمن لا يعرف، الموديل اليمني هو خروج امن لنظام الرئيس علي عبد الله صالح وتامينه بشكل قانوني وبشكل وثيقه مكتوبه مضمونه اقليميا من دول الخليج العربي وبضمانات دوليه. فلنقدر نقوله انه الايام القليله المقبله هتكون ايام اساسيه للدبلوماسيه والسياسه. يعني بمعنى انه هيجري التفاوض حول هذه المعايير المرتبطه بهذه الازمه لاثبات الجديه من عدمها. يعني موضوع هل نعرف جميع أجزاء الأسلحة الكيماوية؟ هل يمكن نقلها بأمان إلى الخارج؟ إذا خرجت بأمان إلى الخارج هل ممكن أن تعود أو لا تعود؟ هل يوجد مصانع بتنتجها لا تزال، وهذه المصانع فين، وهتنتج ولا مش هتنتج بديل للي هو هيطلع بره؟ كل ده لازم يتعمل. الحاجة التانية إيه شروط موضوع جنيف، اجتماع جنيف الثاني؟
وهل هيكون بالفعل تمهيدا لان احنا يبقى عندنا حل يمني، وانه بشار وحزب البعث في العموم يتقاعس او انه يخرج بره الصوره. اذا ده حدث خلال الايام القليله المقبله هيبقى باراك اوباما حقق اهدافه الرئيسيه من الضربه، واعتقد ان عنده مجموعه من الحوافز لكي يسير في هذا الاتجاه بشكل جدي. الحوافز دي اهمها انه في انقسام شديد في جوه الكونجرس، يعني جوه الكونجرس في تقريبا 5 كتل رئيسيه حاليا. كتله بتقول ان احنا عايزين ضربه فورا، وانه باراك اوباما اصلا غلطان انه يرجع للكونجرس في هذا الامر، هو مش محتاج. دول بينتموا لاي حزب؟ معظمهم ديمقراطيين وبعض الجمهوريين، يعني من الحزب يتزعمهم بيلوسي يعني اللي هي حجم الحاكم. يعني بيلوسي عايزه ان هو ما كانش لازم اوباما يلجا الى الكونجرس، لانه لا يحتاج موافقه الكونجرس، وموافقه الكونجرس في الحقيقه مجرد ريزوليوشن، يعني قرار هو يريد ان يتحصن يمكن، لانه الهجمه هي نوع من القرار التنفيذي المرتبط بالسلطه التنفيذيه التي تخول لرئيس الجمهوريه استخدام القوى العسكريه في ظروف معينه. دي المجموعه له. دي المجموعه الاولى. الثانيه اللي هي بتقول نعمل ضربه كبيره، الكونجرس بيفوض 60 يوم لاستخدام هذا الاستثناء، وبالتالي نريد ضربة تقعد تستخدم الستايل بتاع كوسوفو، حرب كوسوفو لما قعدوا بيستخدموا القوة الجوية والصواريخ والتوماهوك وإلى آخره عشان تعمل عملية إضعاف حقيقية للنظام السوري. الكتلة التالتة لغاية دلوقتي لم تعلن موقفها، ومعلقة موقفها على انها تشوف ادله، تشوف ادله على انه النظام السوري هو الذي استخدم هذه الاسلحه الكيماويه. طبعا في كتله بعد كده رابعه عندها شك في الموضوع، العمليه العسكريه ان لا هتعمل جدوى، يعني انت اذا كنت بتتكلم على عمليه محدوده يمكن ان يتحملها النظام السوري ويستأنف بعد ذلك. وفي كتله ودي اكثرها موجوده في الشارع وراء بعض النواب ليست فقط عندها شك وإنما هي مناهضة الحصيلة أنه في الحقيقة الموقف حاليا يعني لغاية امبارح أن احنا عندنا 51% من الشعب الأمريكي بيعارض الضربة، وعندنا 36% فقط بيأيدوها، وجوه مجلس النواب الأمريكي عندنا من الأعضاء الجمهوريين اللي هم موافقين على الضربة 9، الديمقراطيين 18، بينما الغير موافقين من الجمهوريين 68، ومن الديمقراطيين 23، وعندنا الذين ليس لهم موقف من الاثنين مع بعض 254، وفي حوالي 61 نائب ليس له موقف معروف. حسب قراءة حضرتك، هل هذه الإحصاءات وهذه الأرقام تعطي دفعة أو تفويض أو تشجع رئيس أمريكا على القيام بالضربة؟ أنا رأيي أنها تضعف موقفه وتضعف إرادته، وعلى الأرجح هتخليه أكثر جدية في العمل السياسي اللي أنا اتكلمت عنه، أنه هو هيكون محور العمل خلال المرحلة المقبلة. لكن أيضا عندنا لصالح الضربة يوجد أكثر من عامل إضافي. واحد أنه أوباما نفسه حط قدرته على اتخاذ قرار عسكري كبير على المحك، يعني ان هو اتكلم عن خط احمر، واتكلم انه عنده من الدلائل ما يكفي ان هو يقول انه تم استخدام الاسلحة الكيماوية، ومن ثم انه في حاجة الى عقاب نظام بشار الاسد. الحاجة التانية انه ممكن جدا يؤخذ ما تقدم به الروس وما أوحى به الإيرانيين والنظام السوري على أنه نوع من المناورة الكبيرة، وأنها تفتقد المصداقية، وأن الهدف منها التأثير في الكونجرس. معنى كده أن عندنا نافذة في الحقيقة للعمل السياسي والدبلوماسي مش كبيرة. هذه النافذة لا تتعدى بضعة أيام، من الممكن أن يحدث فيها طفرة ويحدث فيها تقدم سريع، أو أنه هيبقى الحل العسكري
على الترابيزة، وأوباما هيلقي خطاب غدا أو بعد غد يوم الأربع، ثلاث بالليل فهيلقي خطاب غدا هيبقى محوري في عملية محاولة يعني تغييرات في الرأي العام في اتجاه. لاحظ انه في العموم جميع الحروب اللي هي قامت على الاكزاكتيف اوردر اللي هو على القرار التنفيذي لرئيس الجمهورية في الاغلب حصلت على تأييد، يعني ساعة بقى ما بيبقى قرار امريكا هتضرب ضربة عسكرية وحيبقى فيه الامريكيين بيشعروا انه ليس من الوطنية خذلان الرئيس في هذا الوضع، علينا نقف إلى جانبه وبيتحاسب على هذا الأساس أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. أستاذ مجد الجلاد، حضرتك الملف المصري هو شغلك الشاغل ليل نهار في جريدة الوطن وفي حياتك العامة. السؤال سيدي، في حال حدوث هذه الضربة حسب قياسك للرأي العام المصري، موقف الرأي العام المصري إيه من احتمالات هذه الضربة؟ ومن منظور المصلحة الوطنية المصرية العليا، كيف يمكن أن يكون موقف مصر في حال حدوث هذه الضربة؟ يعني أنها تكمل مصلحة البلاد. أنا بعتقد أن الموقف المصري أو الوضع المصري في هذه الأزمة هو الأصعب في المنطقة الأصعب. طبعا في الشرق الأوسط بالتحديد، يمكن في أطراف متداخلة كثيرة جدا زي الأتراك والإيرانيين وإسرائيل وأطراف عربية أخرى متداخلة في هذه الأزمة وليها تأثير شديد جدا على القرار الدولي، ونقدر نقول أن سوريا أصبحت ملعب لكل القوى اللي موجودة دلوقتي. لكن بالنسبة لمصر، نحن في مرحلة أساسية لا نستطيع أن ندفع فيها أثمان باهظة لأزمات إقليمية، وما يحدث الآن في المنطقة بالكامل يشعر المواطن المصري. هبدأ لحضرتك بالشارع المصري زي ما حضرتك سألت. يشعر المواطن المصري بحكم ما يحدث له في أزمته الداخلية أن المنطقة بالكامل هي محور مؤامرة دولية كبيرة جدا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في تحركها هذا نحو ضرب أو عدم ضرب أهداف سوريا هي بتبدو للمواطن المصري باعتبارها شيطان أكبر بحكم لعبها في الملف الداخلي المصري وارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي السوري على مدى التاريخ. نحن لا نستطيع على الإطلاق سواء على مستوى المواطن المصري أو على مستوى صنع القرار المصري أو المؤسسات المصرية أو السلطة المصرية بالكامل أن تستبعد الجانب الخاص بأن الأمن القومي المصري والسوري مرتبط شديد الارتباط منذ فترات طويلة جدا، وبعتقد أن الأزمتين متشابهتين فيما يتعلق بلعب الأطراف الدولية والولايات المتحدة الأمريكية في مخيلة وذهنية المواطن المصري نفسه. وبالتالي إذا حصلت ضربة مهما كانت محدودة أو غير محدودة أو واسعة لأهداف سورية، هيكون هناك معارضة واضحة جدا من الرأي العام المصري. بدأت الآن ونحن نرى ونتابع خلال الأيام الماضية مظاهرات مختلفة في مناطق مختلفة من طيارات سياسية مختلفة ضد الضربة المحتملة الأمريكية لسوريا، لكن ده ما يمنعش أن هناك فصيل آخر من الشعب المصري بيرى ان هذه الضربة ضرورية جدا، وهو فصيل طيار الاسلام السياسي بصفة عامة فيما يتعلق بانهاك او انهاء تفوق القوة العسكرية السورية، لان حضرتك عارف انه كلنا رصدنا او العالم كله رصد هذا التحرك الامريكي والغربي السريع بعد اسابيع او تقدر تقول 8 ل10 أسابيع من بداية تفوق النظام السوري وقواته المسلحة على قوات المعارضة على الأرض، وبالتالي ميزان القوى على الأرض القوى العسكرية على الأرض مال لصالح النظام السوري. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة أساسية مع العالم كله ودول المنطقة أو الرأي العام في هذه المنطقة. ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة باعتباره مؤامرة لصالح إسرائيل أو لصالح المصالح الأمريكية في المنطقة، والدليل على ذلك أنك الآن قبل توجيه الضربة أو يعني تقدر تقول أنا شخصيا دلوقتي بقيت شاكك أكتر في قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير هذه الضربة، بمعنى أن واشنطن بتبدو من بداية الأزمة وكأنها تتحرك حول خلف عربة هي دحرجتها بقوة وتجري خلفها للحاق بها، لأنك
هذه الأزمة ليست الأزمة العراقية ولا الأفغانية ولا أزمة الربيع العربي والتدخلات الأمريكية فيها أو محاولة التدخل الأمريكي فيها. أنت أمام سوريا حالة خاصة لسبب مهم جدا، لديك أشباح كثيرة جدا، أشباح في العالم كله تتحرك في هذا الملعب، لديك مشكلة أساسية في توازنات المنطقة نفسها، وهذه منطقة الشام وارتباط إيران وحزب الله بها وإسرائيل وغيره، أن عندك الابن ابنك العزيز على بعد أمتار منها، لديك مشكلة في التحرك الواسع على المستوى العسكري. اثنين، بيبدو الأمر بالتحرك الروسي الأخير النهاردة أن روسيا سوف تتولى هذا الملف بالنيابة عن دمشق مع الولايات المتحدة الأمريكية. احنا لدينا تحركين أو عنصرين كانوا مهمين جدا يبينوا الموقف الروسي. رقم واحد، منذ 4 أو 5 أيام تقريبا التصريحات التي صدرت من موسكو أن روسيا ستساعد سوريا في حالة تعرضها لضربة عسكرية أمريكية. التحرك الثاني النهاردة اللي أنا بعتبره مناورة سياسية دولية كبيرة بارعة جدا وفي توقيت شديد التأثير على صنع القرار الأمريكي، إنه موسكو تطلع تقول الكلام اللي قاله سيادة اللواء وكلنا تابعناه، إن النظام السوري هيسلم أسلحته الكيماوية اللي هي الذريعة الأساسية لهذه الضربة العسكرية. لديك مشكلة ثالثة خطيرة جدا، أنت الآن لابد أن تتحرك على الارض بالنسبه لسوريا. انا بتكلم يعني من موقع الاداره الامريكيه، لو انا مكانهم لابد ان تتحرك في ارض شديده التعقيد، انك هذه الضربه او الضربات او اي تحرك هيصب في مصلحه مين؟ هل هو المعارضه السوريه ولا التيارات الجهاديه اللي اصبحت موجوده في سوريا بشكل واضح جدا؟ انت لديك مشكله رابعه مهمه جدا، اذا ضربت الولايات المتحده الامريكيه ضرباتها دي بالصواريخ الكروز او غيره او كان ده سياده اللي هو يفهم اكتر مني، اتكلم بقى عن الشعوب العربيه والاسلاميه والراي العام العالمي كله بما فيها مصر، اذا سقط مدنيين في هذه الضربات، وخصوصا ان النظام السوري ليس من الغباء بحيث ان هو يفصل المناطق العسكريه اللي ده في التقارير بتتحدث عن انه بيحط الصواريخ داخل المدارس وبالتالي وده تحرك على فكره مقروء في التاريخ وحصل كتير جدا، الدروع البشريه فانت بالنسبه للحاله المصريه بالتحديد لديك موجه غضب شديده جدا تجاه واشنطن وما تفعله في مصر، هناك ربط شديد وحميم جدا بين الازمه المصريه والسوريه فيما يتعلق بالشرق الاوسط الكبير او الجديد او المحاوله الامريكيه لاعاده صياغه المنطقه، لديك مشكله ثالثه مهمه جدا، انك ستتاثر تاثر مباشر وسريع على المستوى الاقتصادي والمستوى الامني بما سيحدث في سوريا. اذا فانت امام مأزق شديد جدا بالنسبه لصانع القرار المصري، لابد ان يكون موقفه مستند الى الراي العام المصري اللي رافض لهذه الضربه واللي كاره مخزون الكراهيه عنده شديد جدا لواشنطن، ده واحد. اثنين، توازناتك الاقليميه ومحاوله لم او تضييق التاثير السلبي على مصر في هذه الازمه، ده موقف شديد التعقيد، لكن اعتقد ان صنع القرار في النهايه هيروح للراي العام المصري اللي هو ضد هذه الضربه في اغلبه. بعد الاستراحه الاعلانيه نطرح السؤال، في حاله حدوث الضربه من المستفيد ومن الخاسر، وفي حاله عدم حدوث الضربه من المستفيد ومن الخاسر؟ تابعونا بعد الاستراحه على الهواء مباشره. القرار الأمريكي بتوجيه الضربة إلى سوريا وتداعياته وأثره على المنطقة، وهل تفهم أمريكا قانون الفعل ورد الفعل في هذه المنطقة؟ قبل الاستراحة كان السؤال اللي بنحاول نبحث عن إجابة له، في حالة حدوث الضربة من المستفيد ومن الخاسر، وفي حالة عدم حدوثها وتأجيلها أو إلغائها من المستفيد ومن الخاسر؟ أطرح السؤال على الدكتور حسن أبو طالب، تفضل سيد. يعني هنتصور ان الضربه يعني ستاتي، السؤال هنا ما هي مدى هذه الضربه؟ يعني مدى هذه الضربه اذا كانت ضربه محدوده من وجهه نظري، بمعنى انها تلتزم بتوجيه ضربات ل يعني اهداف عسكريه محدوده لا تؤثر في الميزان القوى على الارض، سيكون ذلك جزء من حل سياسي
بمعنى أنه يؤدي إلى خروج أوباما من المأزق المعنوي والسياسي أمام الرأي العام الأمريكي وأمام الرأي العام الدولي اللي هو وضع نفسه فيه بالإصرار على توجيه ضربة بهدف العقاب، وبالتالي وفي نفس الوقت يكون ده جزء من تفاهم يؤدي إلى جنيفته. يعني هي ضربة ولكنها ليست بالضربة القاسمة. ده أحد المشاكل. ده احتمال. ده أحد الاحتمال. الاحتمالات الأخرى، الاحتمال الآخر اللي هو أنها تكون ضربة موسعة، كما يعني ذكر الدكتور عبد المعنم أن في قطاع في داخل الكونجرس بيدعو إلى ضربة موسعة وبدون حتى الرجوع إلى الكونجرس. طب إيه هدف الضربة الموسعة؟ هو الإقصاء الكامل أو القضاء الكامل على القوة العسكرية. ده الشلل يعني. والشلل. الشلل هنا واضح هيؤدي إلى تغيير على الأرض، ولكن هذا التغيير على الأرض ليس بالضرورة أن يكون لصالح المعارضة المدعومة غربيا والمدعومة تركيا. إذن فالنتاج الاستراتيجي لهذه الضربة سوف يكون ضارا من وجهة نظري بهذا الشكل بالمصالح الغربية. وبالتالي أنا أتصور أن هذا السيناريو أو هذا المشهد بهذا الشكل، يعني أنت جاي تضرب ألف عشان تنجح به، فاللي يكسب جيل. ودي حصلت قبل كده كذا مرة في تاريخ الأمريكان. وفي العراق لما ضرب اللي كسب الإيرانيين بشكل أو بآخر. فبالتالي هذا السيناريو أو هذا المشهد الموسع أنا أتصور أنه مستبعد بقوة، يعني بالمنطق وبالحسابات العقلية. طب إذن هناك المشهد الثالث هو الامتناع عن الضرب، والامتناع عن الضربة بس بشرط أن تحقق أن يكون الضربة جزء من التهديد الذي يؤدي إلى تغييرات في السلوك السوري يؤدي إلى تحقيق الأهداف الأمريكية دون أن يكون هناك استخدام فعل للقوة، وإنما فقط التهديد باستخدام القوة. وربما ما يعني استمعنا إليه من مسألة العرض الروسي بأن يتم تسليم الأسلحة الكيماوية الموجودة لدى النظام السوري إلى الرعاية أو يتم نقلها إلى داخل إلى خارج من سوريا إلى الخارج برعاية روسية تحت رعاية دولية، أتصور أن ده ممكن يكون أحد هذه السيناريوهات التي تؤدي إلى تحقيق كل الأهداف في آن واحد وبدون الالتزام بدون الوقوع في الضربة العسكرية. وأشير إلى فقط التصريح الذي قاله كيري قبل ما نسمع عن العرض السوري العرض الروسي، والذي قال فيه يعني حينما سألوا أحد المحررين الأمريكيين اللي كانوا معاه في الوفد اللي رايح لباريس وقال له هل هناك يعني خيارات أخرى يمكن أن يلجأ إليها النظام السوري بحيث لا يتعرض للضربة العسكرية، فقال بصورة مفاجئة نعم يمكن ذلك من يسلم سلاحه الكيماوي. أنا أتصور أن هذا الكلام قيل قبل أكثر من حوالي 10 ساعات فقط من الإعلان عن العرض الروسي، وهناك إشارات كانت في يعني قمة G20 اللي كانت موجودة في بيتروسبورغ بأن هناك يعني مخرج سياسي يتم التعامل معه ما بين تحت رعاية أمريكية روسية مشتركة، وأن كل من لافروف وزير الخارجية الروسي وجون كيري يمكن أن نتفاهم على هذه التفاصيل. أنا أتصور أن العرض الروسي ليس من فراغ، أو أنه مش مجرد مناورة. أنا أتصور أن ده بيمهد لأنه يتم استخدام القوى العسكرية كحالة تهديد وليس كاستخدام فعلي. كأنك شايف أنه الأمريكان والروس اتفقا على نوع من إخراج حل سياسي، حل إخراج سياسي. مأزق الطرفين. مأزق الأمريكي اللي لازم يضرب اللي لازم يضرب، وجزء منه المأزق الروسي اللي هو لازم ما يسكتش على الضرب. فالاثنين كده يلاقوا مخرج متوازن يحقق لهم، في نفس الوقت ما يسكتش الأسد وما يقويش المعارضة ويدفع الأسد إلى جنيف 2. يا سلام. ست اللواء سامح بمنظور استراتيجي، من يربح ومن يخسر إذا حدثت ضربة، ومن يربح بحساب الأرباح والخسائر إذا لم تحدث الضربة. طيب خلينا أقول أنا بالنسبة دلوقتي لو قلت لي الضربة هتحصل ولا أقول لك 50% 50% في الوضع اللي احنا فيه النهاردة ده، قبل ما كونجرس يبص على وقبل المبادرة الروسية، وقبل يعني دول المتغيرين الرئيسيين. لا بالمبادرة الروسية الحالية في تقدير إن هي 50% تحصل و50% ما تحصلش. وحاول لحضرتك ليه. طب خلينا نقول الأول لو ما حصلتش الضربة وأن الحل التسليم اللي هو طبعا الحلول واضحة أن روسيا طالبة بتعرض أن هو يسلم الألف طن بتوعه إلى روسيا ويتم عن طريق رعاية أممية ويتم التخلص منها هناك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن هو بشار الأسد يوقع على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. نمرة ثلاثة ودي ما تقالتش بشكل مباشر أن هو
ما نزلش الانتخابات الجايه، ومن هنا لغايه الانتخابات الجايه يشوفوا لهم حد يدور البلد بلجنه او وات ايفر، مجلس او حاجه زي كده، بس ده ما اتقالش بشكل مباشر. خلينا نقول ان ما حصلتش ضرب. من الفائز؟ بشار الاسد بيج تايم، هو اول الفائزين. ليه؟ اولا قواته الجويه زي ما هي وهيستخدمها في الارض ضد المعارضه. قوات الدفاع الجوي بتاعته موجوده سليمه، دي كانت اول حاجه هتتدمر. نمره ثلاثه الاوضاع الارضيه لم تتغير، الاوضاع الارضيه اللي معاه حته زي ما هو واللي معاه حته تانية زي ما هو، ما حصلش اي مشكله. واهم من هذا كله ان كان هيضرب بالتاكيد رئاسه القوات المشتركه بتاعته اللي بتدور العمليات. كوماندان كنترول كده والسيطره هتستنى زي ما هي بالظبط كده، زائد طبعا اهم حاجه تانية القوات الارضيه اللي حامياه، وكانت دي احد الاحيات المستهدفه. لكن ممكن اذا ما انضربش كمان هيبقى في تمانين. التمن الاول انه هو سياسيا هيخرج من الصوره مقابل المعادله اللي حضرتك اتفضلت بيها. انا يمكن مختلف شويه بعد اذنك. لا حضرتك قلت كده يا فندم. لا هو هيستمر في الحكم. ايوه يعني لكن هو لكن يعني الوضع الجديد ده. ايوه لكن سيقبل ان هو يتنازل جزء عنه، لكن في الوضع هو على فكره حكايه انه يسيب الحكم دي ما اتقالتش بشكل مباشر. كويس، لكن حضرتك اللي المحت ليها، فانا باخد من كلام حضرتك وبقول ان ده جزء من الخسائر. بالظبط كده. اتنين ان هو هيسلم وفق هذه المعادله الالف طن. لازم هو سيفقد الادج او نقطة التفوق الرئيسية موجودة عنده اللي هي أهم حتى من السلاح الجوي. يعني أنا أتصور أنها مش نقطة التفوق الرئيسية قوي، لأن أنا تصوري أيضا أن السلاح الجوي يمكن في الوضع ده هو بقى بيشوف مين أكتر. أنا أسلمهم السلاح الكيماوي وأديهم حتة عظمة يشتغلوا فيها، لكن أنا السلاح الجوي بتاعي محتفظ بيه ما اتضربش، وبالتالي أقدر أستخدمه في الفترة القادمة. طب من الخاسر؟ الخاسر طبعا بالتأكيد المعارضة، وده هيصعب جنيف 2 في تقديري الشخصي. يعني المعارضه كانت تريد الذهاب الى جنيف 2 بعد ما يكون بشار الاسد قد تم قصم ظهره عسكريا وضرب الضربه العسكريه القويه دي، وبالتالي يروح هناك بوضع مختلف، ان هو خسران الكثير من قواته، خسران قواته الجويه، وبالتالي يروح هناك تحت ضغوط قبول الوضع الجديد في جنيف 2، او على الاقل التفاوض يبقى اسهل. لكن انا شايف بالوضع ده ان جنيف 2 بقت صعبه جدا على المعارضه. يعني هل المعارضه تقبل تروح جنيف 2 بالوضع ده؟ انا اشك في هذا، ولو راحت هتروح مش هتنجز حاجه، هيبقى زي جنيف 1. ليه؟ لانها خاسره تماما في هذا الوضع. الشيء الاخر برضو هو في حساب الارباح والخسائر، لو ما حصلش ضربه ان اوباما خاسر بالتاكيد. اوباما هيبقى عنده صعوبه شديده جدا خلال الثلاث سنين القادمه في داخل امريكا بعد الهيصه اللي عملها وتحريك القوات. محرك 7 قطع بحريه منهم نيمتس دي حامله طائرات رئيسية أساسية في القوات البحرية الأمريكية، لا تتحرك إلا في شديد. في نظرية قديمة جديدة يتم الحديث عنها، أنه وحضرتك تعرفها بالتأكيد أكتر مني مليون مرة، هي فكرة أنه إذا تحريك قوات أو التهديد باستخدام القوة أتى بالنتيجة دون استخدام القوة فهذا نجاح وهذا أفضل، بيطلق عليها أفضل 100 مرة من استخدام القوة بهذه القوات. ده كلام صحيح طبعا، ولكن أنا بتكلم على الحرب الداخلية في أمريكا. هناك صقور موجودة، صحيح كانت بدأت يعني جون ماكين ولينزي جراهام الاثنين دول صقور الجمهوريين، هو خدهم في الوايت هاوس وقعد بيهم من 3 أيام أقنعهم وخرجوا يقولوا احنا موافقين على الضرب. وده برضو من اللي هيحصل. يعني احنا عندنا 100 كرسي في مجلس الشيوخ و435 كرسي في النواب. ال 435 كرسي دول جمهوريين، يعني الجمهوريين كلهم في النواب مسيطرين عليه. انا تصوري ان كان هيبقى في جزء من النواب اللي هم جمهوريين تحت طائلة جون ماكين ولينسي جراهام كانوا هيقولوا للضربة، لان هو اقنعهم وهو عمل الكثير من اللقاءات مع الجمهوريين وبالذات الصقور الذين يستطيعون يحركون. يعني ما بقولش ان كل النواب هيقولوا بتأكيد النواب كانت هتقول لا بشكل كبير يعني، ولكن الكثير من صقور النواب مثال لينسي جراهام وجون ماكين الاثنين كانوا هيقولوا وده قد يجر معاه حاجات تانية ان هم يعني في لكن للحديث بقية. بعد الاستراحة الاعلانية نسأل استاذنا الدكتور عبد المنعم سعيد اذا كان ذلك كذلك اثر ذلك على المنطقة، بمعنى حسابات الارباح والخسائر، اذا حدثت الضربة او لم تحدث المنطقة اللي احنا عايشين فيها هيحصل فيها ايه؟ يا ريت حضرتك تقدر تشرح لنا ده بعد الاستراحة على الهواء مباشرة.
احتمالات الضربة الأمريكية تجاه سوريا وتداعياتها. قبل الاستراحة كان الدكتور منعم سعيد يقول أنه المشهد الخاص بسوريا هو جزء من مشهد في فيلم كبير. نحن نقول أنه فيلم أمريكي كبير. الأستاذ مجدي الجلاد في جريدة الوطن بعد ساعات حينما تشترون الصحف في الصباح ستجدون جريدة الوطن تنشر وثيقة تتحدث عن المشروع تم تداوله في إسرائيل وفي أمريكا خاص بالوضع في سيناء ومشروع تبادل الأراضي ما بين غزة وصحراء النقب وتكبير أو تمديد مساحة النطاق الجغرافي لمدينة غزة على حساب من 500 إلى 1000 كيلومتر في غزة لحل مشكلة الغزاوية على حساب الأراضي المصرية، وأنه كانت هناك عملية تسويق أمريكية لهذا المشروع وعروض إسرائيلية فيه، وأنه كان هناك تفهم من جانب جماعة الإخوان لقبول هذا المشروع. هذا المشروع صدر أولا من عدة مراكز أبحاث وتبناه معهد بيجن في إسرائيل، ثم حدث اجتماع في هرتسليا في 13 مارس من هذا العام، وفي هذا الاجتماع تم محاولة تسويق هذا المشروع بشكل جدي وإعلان أنه من الممكن أن جماعة الإخوان ستكون موافقة عليه وتكون ضامنة له، لأنه الطرف الأساسي اللي هو يعني بيقوم بالجهد الرئيسي ولديه المعطيات الرئيسية هو الجانب المصري. إذا ما اكتشف الدور الأمريكي في هذا الموضوع هتكون بيه أصعب. خلينا الأول نعرف أستاذ مجدي المشروع بيقول إيه. المشروع بيقول طبعا هو وضعه يهوشع بن أرييل اللي هو الرئيس السابق للجامعة العبرية في تل أبيب، وهو بيسموه في إسرائيل أنه أبو الجغرافيا والتاريخ الحديث في إسرائيل، وله مؤلفات كثيرة جدا جغرافية وتاريخية. المشروع باختصار شديد وهو بتعبر عنه مجموعة من الخرائط والبنود اللي بتقول كل دولة هتدي ايه وهتستفيد ايه وهتخسر ايه. بيعتمد على انه تتنازل اسرائيل عن مساحة من 200 ل 500 كيلو متر مربع لمصر في جنوب صحراء النقب. يمكن مصر طبقا للمشروع الذي تم وضعه يمكن لمصر الاستفادة من هذه الاراضي باعتبارها ستمثل شريان ليها، أو يمكن إقامة طريق سريع عليه وضمها بعد ضمها الى سيناء من جهة حدود الاردن. بيسمح ببناء طريق متعدد للسيارات والسكك الحديدية ومناطق كافية لبناء خطوط أنابيب وبترول ومياه، ويكون في المستقبل طريق للحجاج والمعتمرين المصريين إلى الأراضي السعودية. مقابل إيه بقى؟ مقابل أن تتنازل مصر على ضعف هذه المساحة من أراضي سيناء من 500 إلى 1000 كيلومتر مربع للفلسطينيين، لأنه الخطة باللغة الإنجليزية والخرائط بتقول أن مصر ستتنازل عن هذه المساحة غير المأهولة بالسكان من سيناء طبعا للفلسطينيين، لأن حضراتكم عارفين أنه غزة بتعتبر من أكثر المناطق في العالم كثافة في السكان. وبالتالي حل المشكلة الفلسطينية بالكامل هو توطين الفلسطينيين في هذه المساحة من سيناء، مقابل أن تحصل مصر على مساحة نصها تقريبا في صحراء النقب، وهتكون الحدود طبعا تجاه مدينة العريش يعني رفح والشيخ زويد ستضم لهذه المنطقة، بحيث أن تكون الحدود داخل سيناء من مدينة العريش. في المقابل هيحصل الفلسطينيين على مساحة من صحراء النقب أيضا من الإسرائيليين، مقابل التنازل عن المناطق المتنازل عليها في الضفة الغربية لإسرائيل، بحيث أن تكون هدف هذه الخطة الأساسي أن يكون الوطن الإسرائيلي من وجهة نظر إسرائيل خالي تماما من العرب تماما، والفلسطينيين ويتم ترحيلهم بالكامل بما فيهم عرب 48 إلى منطقة غزة الجديدة أو دولة غزة الجديدة اللي موجودة في الأراضي المصرية. وطبقا للخريطة يمكن لو عرضتوها الخرائط، في ثلاث خرائط أساسية في هذه الخطة. خريطة الأراضي اللي هيتم مبادلتها، اللون الداكن ده جوه الأراضي المصرية فوق عند البحر المتوسط، هذا عندنا غزة هي اللي هي باللون الأخضر، هذه المنطقة هي التي ستأخذ من مصر طبقا للخطة أو كانت ستأخذ من سيناء للغزاويين. في المقابل تحت باللون الأحمر هي دي المنطقة المثلث ده اللي كانت مصر هتاخدها من صحراء النقب وتعمل فيها الطريق. هنشوف في خريطة تانية فيها الطريق اللي كان مقترح ان مصر تستفيد منه. خريطة تانية
ايوه هو ده بقى الطريق. شايفين المثلث اللي تحت اللي هو مكتوب عليه رقم 2 دي المنطقه اللي المفروض ان مصر كانت هتاخدها، رقم 1 فوق في الركن فوق دي المنطقه اللي هتاخدها اللي هياخدها الفلسطينيين من سيناء. هذا الطريق سيربط ما بين دوله غزه الكبرى ومصر طبقا للخطه اللي موضوعه في اسرائيل، ثم صحراء النقب او المنطقه المصريه في صحراء النقب، ثم الاردن، وبالتالي بعد ذلك المملكه العربيه السعوديه. هي دي الخرائط لاول مره بيكشف عنها، كنا بنتكلم بدون خرائط دايما، هذه هي الخرائط الاساسيه التي طرحت. هذه الخطه تم طرحها على نظام مبارك اكثر من مره، اخرهم في 2010، ولكنها لم تكن بهذه المغريات الكثيره، بس رفضها حققنا الحق الرئيس الاسبق مبارك. وانا عندي روايه انقلها على مسؤوليتي الشخصيه لأنها مسجلة، أن مبارك قال أن نتنياهو قبل ثورة يناير بأشهر قليلة عرض عليه الخريطة، وضع الخريطة أمام مبارك وقال له إحنا عايزين نحل مشكلة الفلسطينيين تماما بأن إحنا ناخدهم نسكنهم باللفظ وهنسكنهم في حتة هنا في المنطقة. فمبارك بص للمنطقة دي قال له دي سينا، قال له أيوة حتة من سينا. فمبارك قال له بالحرف الواحد انسى الموضوع ده، احنا كده لو بتفكر في ده انت عايزنا نحارب بعض تاني. ففي المقابل ايضا الخطة كانت تقول ان مصر تحصل على استثمارات على مدى او دعم في هيئة في شكل استثمارات ومشاريع، وده يفسر لينا ما حدث في تسريع بمشروع تطوير منطقة قناة السويس، ان كان الدعم اللي هيجي لمصر او لجماعه الاخوان في الاستثمارات من 100 ل 150 مليار دولار على 15 سنه تستخدم في هذه الطرق اللي هتمتد والانابيب وغيره في الطريق اللي احنا شفناه في الخريطه، وفي تطوير اقليم قناه السويس، عشان كده شفنا التسريع اللي بيحصل. ايضا في المقابل ان تضمن اسرائيل اعترافا دوليا بحدود دوله فلسطين الجديده اللي هي متاخده من سيناء، وان تضمن الدوله الفلسطينيه اعتراف كامل بان الوطن الاسرائيلي ليس به مواطنين عرب او فلسطينيين، وتنتهي القضيه للابد. في الخطه مكتوب ان هذه الخطه تضمن نهايه القضيه الفلسطينيه والصراع في الشرق الاوسط. طب في نقطتين بسرعه بس، انه كان الجولان يفكر فيها في هذه الخطة لإعطاء مكاسب لسوريا إن هي تكون مركزا لدولة الدروز، وإنه يمكن استفادة الأردن من هذه الاتفاقية. برعاية تركيا بإنه يكون مركز للنازحين ويكون مركز لإعطاء بعض الانسنتيفز الاستثمارية، وبالتالي تفريغ الأرض الأردن. في نقطة أخيرة أستاذ عماد أنا آسف في 30 ثانية هي تتعلق بأن حتى المنطقة التي كان من المفترض أن تحصل عليها مصر في صحراء النقب يسري عليها نفس القواعد السارية في سيناء أن تكون منزوعة السلاح وفيها قوات دولية. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع له علاقة بالإقليم، لكن النهاردة في أحداث محلية ودلوقتي في لازم نتابعه قبل ما ننهي هذا البرنامج. في شاب جميل جدا اللي هو محمود بدر مؤسس حركة تمرد، تعرضت سيارته اليوم إلى إطلاق نار يقال بأنه مدفع رشاش آلي. نريد أن نطمئن على ما حدث اليوم لمحمود بدر هذا الشاب المتحمس الذي قام بتأسيس حركة تمرد. معي على الهاتف الآن سيادة اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية. مساء الخير سيادة اللواء. أخيرا أستاذنا الفاضل، أهلا بحضرتك يا فندم. احنا أسفين احنا يعني بنكلمك في وقت متأخر بس كنا في المكتب يا فندم. طب ربنا يديك الصحة فندم. يخليك. السؤال سيدي، ما هي حقيقة الواقعة التي تمت وما الذي نتج عنها وما الذي تكشف منها حتى الآن حسب تحرياتكم يا فندم؟ سعادتك الواقعة جنائية. القصد منها سرقة السيارة. من استوقفه لا يعلم شخصيته. من استوقفه لا يعلم شخصيته، هو بيدور على شكل عربية. ده جزئية. ملابسات الحادث بقى هو أثناء ذهابه إلى بلدته مركز شبيل قناطر في طريق كفر حمزة تل اليهودية. قبل نهاية الطريق
استوقفته عربية نيسان صني فضل اللون فيها 5 أشخاص، ترجل منها عدد 4، أطلقوا بعض الأعيرة النارية في الهواء وأنزلوا عنوة من سيارته وسائقه واستولوا على السيارة وفروا هاربين بها. ده ملابسات الحادث. حضر الأستاذ محمود إلى مركز شبيه ناطق الإبلاغ، تم عمل خطة غلق سريع على مستوى المحافظة، تم ضباط المباحث نزلوا راحوا مكان البلاغ، بدأوا يتتبعوا خط سير هروب المتهمين، بدأنا نتكلم المصادر ورجال الإدارة المتشكلين في المنطقة لتحديد مكان السيارة، إلى أن تم العثور على السيارة وبها المتعلقات اللي كانت أثير عنها جدل اللي هو ملف الدستور. ملف ايه يا فندم؟ الدستور يا فندم. مناقشات الدستور. مناقشات الدستور، تمام يا فندم. طيب محمود نفسه او من معه مفيش اي مشاكل بالنسبة له؟ لا يعني مفيش سلام؟ صباط. سلام يا فندم الحمد لله رب العالمين. و سلام طبعا انا اطمنت على علي شخصيا، يعني اطمنت ان هو سليم. طب انا حضرتك عارف اهم حاجه في اللي حضرتك قلته لي النهارده ايه؟ انا يعني انا فاهمه بشكل تاني خالص، هتستغرب من اللي انا هقوله. كل الجهد اللي انتوا عملتوه ده جهد مشكور، بس حضرتك ابتديت في الكلام قلت لي هذه حادثه جنائيه وليست سياسيه. عارف ده بيبرق ساحة الشرطة في ايه؟ ان الشرطة لا تلفق شيء، لان احنا في مناخ دلوقتي لو عايز تستخدم الموضوع ده حتى لو اكتشفت انه جنائي وعندك اي افكار تأمرية تروح على طول ملبس الموضوع لجماعة الاخوان المسلمين. لكن الصراحة انا احييك على ان حضرتك طلعت قلت هذا حادث جنائي وليس اي شيء اخر. ست اللواء انا شكر لحضرتك جدا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. خدت بالك ست اللواء يعني يعني انت لو يعني يعني الصراحة ده حق ربنا، هو لو يعني لو كرة قدامه وقع جاية جاهزة وقع وفعلا تم ده محمود بدر ومن سلاح ومحمود يعني بدر ورئيس حركة التمرد ياريت الاخوان المسلمين يكونوا سعيد وده ايده 30 مليون خرجوا معاه. فانت دلوقتي لو قلت والله الاخوان هم اللي ضربوا على النار يبقى في الحالة دي بتستعد 30 مليون اكتر ضد جماعة الاخوان. هو ريتهم يسمعوك دلوقتي يا اخواني المسلمين عشان يعرفوا انه فعلا الامور ما فيهاش ثلاثة لبيس، وكل اللي بيطلع ده في الجرايد وكل اللي القضايا دي قضايا حقيقية مش بتلبس حد فيهم حاجة خالص. وده ما جنت يداهم في مصر عندما استعدوا الشعب المصري وعندما قتلوا الشعب المصري وعندما بدأوا في ترويع الشعب المصري بشكل يوم. انا في نهاية هذه الحلقة اعتقد ان احنا هنضطر ان احنا يعني يمكن قريبا نجلس مرة اخرى علشان نشوف الوضع السوري، بس بنحب ان احنا ننوه للناس انه زي انا عايز اقول حاجة بس استاذ عماد، يعني عشان احنا ختمنا بالوثيقة المهمة دي لازم نقول الوثيقة دي، وانه في حاجة تانية بتحصل دلوقتي انه في مفاوضات فلسطينية اسرائيلية جارية حول التسوية. ده شيء موضوعي ممسوك دبلوماسي معترف به. هذه الوثيقة موجودة ومروج لها منذ اكثر من 10 سنوات ولا يوجد لها تأييد داخل اسرائيل. يعني لم تخرج اي من الاحزاب الاسرائيلية سواء في الحكم او في المعارضة لكي تتبناها كوسيلة للحل. انه الكلام عن 150 مليار دولار والى اخره لمصر وكده لا يوجد اي صلة بمن سوف يدفعهم. فعلينا كثير يعني نميز ما بين افكار مراكز ابحاث وحاجات زي كده وما يجري بالفعل على الارض في اطار مفاوضات لا هو بس الخطر أطراف. الخطر في هذا الموضوع ان عرضت على الاخوان المسلمين، هو ده الجديد، عرضت على الاخوان المسلمين ان عرضت ولقت قبولا لديه بالضبط. بدليل شوف عمليه كان الاسراع في مشروع قناه السويس اقليم قناه السويس، لا منطقه التجاره الحره بجانب غزه. انا مش بقول عن الاخوان، بس مشروع قناه السويس كان بادئ اصلا مش من ايام الاخوان، ده بادئ من ايام انا بتكلم عن الاسراع بلائحته الداخلية بالشكل اللي خرج به. يعني ودورك بين حماس واسرائيل في طب هو 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 على العموم جزء من التحقيقات اللي هتتم هتكون لها علاقة مع الرئيس مرسي ومع كثير من قيادات الإخوان، لا علاقة بالنسبة للوضع في سيناء.
يمكن التحقيقات هي دي بقى اللي ممكن تكون حكم صحيح نستطيع ان احنا نلجأ له جميعا. في نهاية هذه الحلقة بشكر ضيوفنا الاعزاء جميعهم وبنقول لكم تصبحوا على خير. غدا حلقة مهمة مع الاستاذ عمرو موسى الذي اصبح رئيسا للهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد والسياسي والدبلوماسي المخضرم. سنسأله عن الدستور وسنسأله ايضا عن سوريا واحتمالات الضربة الامريكية يمكن من هنا لبكرة يكون فيه جديد. تصبح على خير.